إذن مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة شوفت، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر بطاط مدينة الدار البيضاء. يعني مشاهدي الكرام، حنا في الأثناء كنتواجدوا ببوطوار المجازر القديمة. في هذه اللحظات كيعرف أحد أخطر حوادث سير، يعني سيارة اللي كانت جاية بواحد السرعة ودخلات في مجموعة من السيارات في هذه البلاصة هذه وفي هذا المكان. مجموعة من السيارات اللي ضربوا الطوموبيله كاملة تخمجات وما حساتهاش الطوموبيل، كان غيدخل للمحل. الطوموبيل تخمجات كاملة. طوموبيلكم ما تخش فيها، كان غادي يدخل المحل. لولا الألطاف الإلهية كانت تتوقع شي كارثة هنايا، ولله الحمد خسائر مادية فقط على متن السيارات اللي كانوا مركونين. خسائر مادية على متن سيارات اللي كانوا مركونين، فالحمد لله على سلامتهم. الحمد لله أن شي واحد ما تضرب، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. خويا اللي واقع هنا واحد الكسيدة ما بين واحد الطوموبيلة كانت بلاصي وواحد الطوموبيلة اللي كانت جاية بسرعة ودخلات فيها، راه جاب الله دخل فيها من اللور حبساتو، راه ما كان غيدخل المحل. الحمد لله، الحمد لله على سلامتهم. جوج ديال الطوموبيلات اللي مضروبين. خسائر مادية على متن السيارات اللي كانوا مركونين هنا في هذه المنطقة بطوار المجازر القديمة. خويا دابا جوج وربع، خويا ما عرفناش واش السكران بطبيعه الحال عناصر الامن هما اللي كيحدوا، عناصر الامن هما اللي كيحدوا واش بحال السكر واش هربات به الطوموبيل واش تقطعوا ليه الفراميل. مجموعه من الامور اللي كيؤدوا لحوادث سير، ماشي بالضبط انه سكران. الحمد لله على سلامتهم. الانسان يحضر راسو في الطريق، الانسان يتوخى الحيطه والحذر، دائما ما كيوقعوا حوادث سير وكيقدروا يؤديوا الى الموت والوفيات. فالله يحفظ الجميع يا ربي. يعني كيف ما كتبوا معنا مش الكرام، غادي نعاود نذكركم حنا في بوطوار المجازر القديمه حادث سير ما بين مجموعه من السيارات اللي كانوا مركونين وسياره اللي كانت جايه بسرعه فائقه ودخلات فيهم. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناه شوف تيف، غادي نودعكم على ما نتلاقاكم في بث مباشر ان شاء الله، وشكرا على حسن التتبع.